راني فرحانه بزاف بزاف اليوم. اكيد التعب تاعي ما راحش باطل، ميداي دو رقم جديد، رقم بارالمبي جديد. نشكر كل الشعب الجزائري، نشكر الجاليه الجزائريه اللي موجوده هنا بباريس، اللي وقفت معنا وكانت سند لينا. كل ما يعطيكم الصحه. نشكر كل اللي ساندوني، سواء الرياضيين سواء الاتحاديه الوزاره، كل اللي وقفوا معنا. نقول لهم يعطيكم الصحه، 1 2 3 فيفا لاجيري. ميرسي ميرسي بوكو. نجيمه، كاينش كانت منافسة؟ اكيد منافسة ما كانتش سهله، كان عندي منافسين قويين. حاولت اني نسيطر على الاعصاب، حاولت اني نكون في المستوى، نكون ان بون تكنيك، وكما كان الحال كنت ان بون تكنيك ورقم جيد واني فرحانه به. يعطيكم الصحه، 1 2 3 فيفا لاجيري. وشي مثل لك هذا الرقم الجديد؟ اكيد فرحه كبيره ليا، ما كنتش نتوقعوا. يعني حاولت اني نحطمو، مي الحمد لله حطمت رقم جديد بارالمبي. ويعطيكم الصحه، ودائما فرحانين، ونستناونا ان شاء الله العشيه برفع النشيد الوطني الجزائري في باريس. شكرا. ومازال نستناوك في رمي الجلاله ان شاء الله. ان شاء الله نحاول نكون في بوديوم ان شاء الله في رمي الجلاله. بالتوفيق ان شاء الله. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.